لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. فقدت حاسة البصر. القصة الكاملة للاعتداء على البلوجر سارة محمد. البلوجر سارة محمد تصدرت البلوجر سارة محمد محركات البحث على مدار الساعات الماضية بعد تعرضها لحادث إطلاق نار أدى لفقدانها حاسة البصر أثناء خروجها في نزهة مع خطيبها، وأبدى النشطاء تعاطفهم معها. أدى الحادث إلى نقل البلوجر سارة محمد 21 سنة إلى المستشفى في حالة خطرة، مما أدى إلى رفض طبيب المخ والأعصاب في البداية دخولها غرفة العمليات بسبب إصابتها بنزيف في المخ. تقول البلوجر سارة محمد في تصريحات تلفزيونية لحظة دخولها المستشفى: كل ما دكتور يشوف عين التانية يقول دي مش نافعة، وحتى لما رحت المستشفى قعدوني 4 أيام من الطلقات، وبالفعل تم استخراج الزجاج من عينيها، لكن لم يستطع الأطباء استخراج الخرطوش لتخرج من المستشفى 70 غرزة في رأسها، وعينها اليسرى بها 3 طلقات خرطوش واليمنى بها 1. شالوا الإزازة من عيني والحاجات اللي يقدروا يصلحوها، بس ما قدروش يخلوني أشوف. وأضافت البلوجر سارة محمد أن الأطباء أكدوا أن إحدى عينيها لن تتعافى، أما العين الثانية فهناك أمل ضعيف في استعادة بصرها، ولكن تحتاج لتلقي العلاج خارج مصر. أكدت سارة محمد أن خطيبها لم يسأل عنها منذ وقوع الحادثة سوى مرة واحدة، رغم أنه بحالة صحية جيدة ولم يصب بأي إصابات شديدة خلال الحادث، وكذلك رغم أنهما جيران بنفس الشارع، الأمر الذي سبب لها صدمة كبيرة. من جانبه قال مصطفى خطيب البلوجر سارة محمد أنه يحاول التواصل معها لكن أسرتها ترفض. كل يوم بحاول وأهلها رافضين، حتى أصحابها لو كانوا بيوصلوا لها الكلام أهلها رفضوا إنهم يدخلوهم البيت تاني، مؤكدا أنه لن يتركها. وقال الدكتور حازم ياسين الطبيب المتابع لحالة البلوجر سارة محمد أنه في مثل هذه الإصابات يكون هناك تأثير لحظي للمصاب وتأثير لاحق يحدث مع مرور الوقت، لذا نحن في انتظار استقرار الحالة على وضع معين للتأكد من احتمالية إنقاذ العين اليمنى. وأضاف: نتمنى أن يزيد ضغط العين ويكتمل جدار العين، وألا يؤثر التجمع الدموي الموجود على الشبكية بحيث يستطيع التدخل الطبي إعادة النظر حتى ولو كان ضعيفا، مؤكدا أنه حاليا التدخل الجراحي لن يأتي في مصلحة المريضة، هي الآن في مرحلة تلقي الرعاية الطبية. خطيبها تركها. خالة البلوجر سارة محمد تكشف تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية. كشفت فاطمة خالة البلوجر سارة محمد تفاصيل إصابة الأخيرة بطلق ناري عقب عودتها من الإسكندرية بسبب هجوم مجموعة من الأشخاص عليهم وإصابتها بفقدان نظر وتشويه وجهها بصورة كاملة. وأضافت خالة البلوجر سارة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد أن سارة تعاني من أزمة نفسية حادة وغير متقبلة للوضع الحالي، حيث الأطباء غير قادرين على تشخيص إصابة عينها بشكل دقيق، بجانب خوفها من إجراء عملية قد تؤدي لتسبب فقدان عمى نهائي. وناشدت خالة البلوجر سارة الجهات المعنية من أجل تقديم المساعدة لها وتشخيص حالة سارة بشكل جيد وإجراء العملية اللازمة حتى لا يتم فقدان نظرها بصورة نهائية، موضحة أن خطيبها تركها ولم يعد الآن يتردد عليها بعد إصابتها الكبيرة، رغم أنه يقيم في نفس المنطقة
التي تسكن فيها سارة. حالة من التعاطف الشديد الممزوجة بالغضب أصابت المشطاء على مدار الأيام الماضية بعد ظهور الإعلام الأول للبلوغر سارة محمد وأسرتها على قناة الشمس مع الإعلامية ريهام سعيد منذ تعرضها لحادث بشع بصحبة خطيبها أدى لإصابتها بإصابات بالغة نتج عنها فقدانها للبصر. البلوغر سارة محمد تعرضت لإطلاق خرطوش برأسها وعينيها من قبل مجهولين أثناء ركوبها السيارة بصحبة خطيبها المدعو مصطفى، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى بشكل فوري لحظة الاعتداء. وروت سارة في تصريحات تلفزيونية لحظة وقوع الحادث مؤكدة أن خطيبها كان هو المستهدف من عملية إطلاق النار، لكنها حين رأت الجاني يصوب نحوه حذرت ليتحرك سريعا عكس اتجاه الخرطوش لتتلقى هي الطلقات في ظرف لحظات معدودة غيرت مصيرها للأبد. وحين نقلت البلوغر سارة محمد إلى المستشفى كانت في حالة خطيرة إذ أصيبت بنزيف في المخ فضلا عن إصابة عينها اليسرى بثلاث طلقات واليمنى بطلقة واحدة، الأمر الذي أدى لرفض الأطباء إدخالها غرفة العمليات لتمكث في المستشفى 4 أيام دون أي تدخل جراحي. وأكدت الضحية أن الأطباء استخرجوا الزجاج من عينيها لكن لم يستطيعوا استخراج الطلقات ولا إنقاذ بصرها. صلحوا اللي قدروا يصلحوه بس ما قدروش يخلوني أشوف. لافتة إلى أنها تلقت 70 غرزة في رأسها. يقول الدكتور أحمد مهران المحامي بالنقد ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن الاعتداء على البلوغر سارة محمد يتمثل في جريمتين مرتبطين ارتباطا لا يقبل التجزئة، هما جناية الشروع في القتل وجناية إحداث عاهة مستديمة. وهنا تكون العقوبة المتوقعة في حالة القبض على الجاني هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 عاما. وأضاف أن هناك مسؤولية مدنية تقع على خطيب البلوغر سارة محمد بالتعويض عن الأضرار التي وقعت عليها إذا ثبت أنه كان الشخص المقصود من الاعتداء، مشيرا إلى أنه ملزم قانونيا أمام النيابة العامة بالكشف عن هوية المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة لمساعدة العدالة في الوصول إليه. وأوضح أن عدم إدلاءه بالمعلومات الكافية التي تساعد النيابة العامة في الوصول للجاني يجعله مسؤولا جنائيا بإنكار العدالة وإخفاء الدليل، مؤكدا أن تحقيقات النيابة هي التي ستكشف ما إذا كان له دور في الواقعة أم لا. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.